شفتها دي جديدة، دي حصلت في الميديا قبل كده؟ حد دخل الحلقة بعطسة؟ ما حصلتش صح؟ معلش حقكم عليا، الجيوب الأنفية يا جماعة بتنتحر، اطفي التكييف بقى، يعني عايزة علامة أكتر من كده إنك تطفي التكييف. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، عفوا طبعا مش قصدي يعني طبعا وجودكم معانا كالمعتاد هو اجمل واحلى حاجه على بي ان سي فود. يا رب تكون كانت ويك اند سعيده عليكم جميعا، وارتحتوا كده وفرفشتوا وفكيتوا من تعب الاسبوع، ونرجع كده بانرجي جديده وطاقه جديده نبدا بيها الاسبوع. قبل ما نبدا حلقه السوشيال ميديا النهارده، الحلقه المحببه لقلبنا جميعا، تعالوا نشوف عباره النهارده. عباره النهارده انا اللي مختاراها، وهي عن الرزق الحلال. ومن ضمن أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم. ده كلام للشافعي. مفيش فهلوة في الرزق، مفيش يا باشا سنج في الموضوع كده وهتمشي. الرزق الحلال مفيش فيه جدال، مفيش فيه مزايدات، مفيش فيه مساومات. عايز تقبل بالشبهة، خلاص هتقبل معاها ان وارد جدا تلوث كل حياتك وتاخد كل البركه منها، لان حقيقي حقيقي كل الاخطاء اللي الانسان بيعملها. طبعا ما حدش بيدعي المثاليه هنا، بس عشان الناس بتقعد تقول لي كده، انت بتقعدي تقولي ما اعرفش ايه وانت لابسه ما اعرفش ايه وحاطه ما اعرفش ايه. عادي انا بعمل حاجات صح وبعمل حاجات غلط زي اي بني ادم، ما بدعيتش المثاليه ابدا في حياتي يعني، وما اكثر اخطاء يعني. بس في حاجات كده يا جماعه ملهاش حل، يعني لما دخل مال حرام في حياتي ملهاش حل، الموضوع بيبقى خارج عن السيطرة. دخل بقى في أكلي وشربي ولبسي وبيتي وتعليم عيالي والعربية اللي أنا راكبها، كل حاجة خلاص لوث لي كل حاجة. حتى لو اديت صدقة ولا دفعت زكاة هي من مال حرام. ففي حاجات كده زي ما بقول لكم بتخرج عن السيطره. فرق كبير جدا بين حاجه زي كده وبين ان انا اعمل غلط النهارده، افوت صلاه او اشتم او اغلط او انم على حد، فارجع كده اقول استغفر الله العظيم يا ريتني ما عملت كده، وكده اتوب لربنا واقول له معلش سامحني يا رب ان كل ابن ادم خطاء، وخلاص وانتهى الموضوع على كده، اثر الموضوع ملموم. الا الرزق الحرام اثره مش ملموم خالص. فأتمنى أن كله يتحرى دقة جدا 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 في كل جنيه داخل جيبه وكل جنيه بيصرفه، لأن احنا أحيانا بندخل الحرام لحياتنا من غير ما نقصد. أروح جهة معينة وأقوم دافعة للموظف مبلغ معين عشان يخلص لي أموري، دي رشوة، دي رشوة صريحة. حتى لو 10 جنيه ما اسمهاش رضيع عشان أخلص أموري، اسمها رشوة. عايزين بقى نلاقي لها اسامي تانية نزوقها ونخليها كيوت كده علشان ضميرنا يبقى مرتاح، براحتكم، بس هي رشوة. انا شخصيا من الناس اللي ما تدفعش اي حاجة لاي خدمة توجه ليها، وده انا لا اتراجع عنه ابدا، حتى لو معناها ان انا هقف في 20 طابور وهقعد 20 ساعة وهيطلع روحي، مش مشكلة خالص، بس مش هعمل ده. فأتمنى إن كل واحد يتحرى الدقة جدا في رزقه، علشان الرزق ده والحلال خط أحمر في الحتة دي بالذات. يلا بينا. قبل ما نبدأ نفكركم بأرقامنا 2600 لأي موبايل، 0900 لأي تليفون أرضي، وتقدروا تتواصلوا بيه علينا، تتواصلوا معانا عليهم طول الحلقة. النهاردة هنعمل حاجة مختلفة شوية. هنبدا بالانستجرام، ايه رايكم؟ ظالمين احنا الانستجرام خالص. فهنجيب بوست السوشيال ميديا، وعلى فكره بوست السوشيال ميديا اللي بينزل على صفحه البرنامج سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام هو بينزل على الانستجرام، انستجرام بي ان سي ايجيبت، تقدروا تدخلوا تعملوا له فولو وتكتبوا لنا كل اسئلتكم اهو على الشاشه، الانستجرام معاكم، فتقدروا تدخلوا دلوقتي وتسيبوا لنا اي تعليقات. طبعا لاي حد ما شافش حلقه السوشيال ميديا قبل كده، حلقه السوشيال ميديا هي حلقه بيكون نازل بوست زي اللي انتم شايفينه ده على صفحه البرنامج سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام، وبينزل كمان هو على انستجرام القناه بي ان سي ايجيبت. البوست ده بتكتبوا لنا تحته اي اسئله، استفسارات، تعليقات، اراء، انتقادات، حاجه مش
عاجباكوا، حاجة عاجباكوا عايزيننا نزودها، أفكار، كل حاجة تخص البرنامج أيا كانت هي إيه، تقدروا تكتبوها لنا تحت البوست ده، وإحنا بناخد تعليقاتكم دي أثناء الحلقة، بنقراها وبنرد عليها على الهواء، وبنتواصل بشكل قريب جدا وبيقربنا جدا من بعض. يلا بينا نبدأ. طبعا زي ما بقول كل مرة، تعليقاتكم الحلوة الجميلة، القمر اللي بتبقى يعني بتقول لي كلام حلو أنا بتكسف جدا أقراها على الهوا، بس هي في قلبي وأنا بقراها بيني وبين نفسي كلها وما بفوتش منها أي حاجة. مطلوب مننا الدونتس من ملك. حاضر يا ملك، ممكن طبعا نعمل دونتس، اكتب يا نور. وجامي عايزة طريقة المعمول، برضو وصفة حلوة قوي، ليه ما نعملش معمول، اكتب يا نور نعمل المعمول. جوجو نوير أشكرك يا حبيبة قلبي على تعليقك. وندل مش عارفة أقرأ الاسم الأكاونت خالص، أنا كمان بشكرك يا حبيبة قلبي، لا برد عليك أهو عشان أنت بتقولي لي مش بتردي عليا، أنا يمكن بس مش عارفة أقرأ اسم الأكاونت فما بتاخديش بالك لأن هو اسمه غريب جدا، إن ندل وهبي أو حاجة زي كده وآخره خمسة. يو يو شو بحبك أكتر يا حبيبة قلبي. أمير توتا أشكرك برضو يا حبيبتي. سلمى محمد عايزة طريقة للرز بلبن، عايزة أقولك إحنا عندنا طريق، عندنا حلقتين النهاردة الأسبوع ده على بعض كده، هنعمل كشري مختلف شوية وبعديها هنعمل رز بلبن برضو مختلف شوية، فهناخد الكشري والرز بلبن نعمل فيهم شوية تاتشات صغيرة كده، تغير فيهم حاجات تخليهم أجدد وأحلى، فعندنا حلقة رز بلبن إن شاء الله الأسبوع ده. آية ناصر بتسأل، بصوا يا أكتر سؤال للشخص الغلط، أنا أكتر حاجة عايزة أسأل فيها ليه بشوف أطفال هادية وأطفالي تعبيني جدا مش عارفة أعمل إيه. والله بصي هقولك حاجة، الأطفال ممكن أنت عشان بتشوفيهم بره نطاق بيتهم فبتشوفيهم هاديين، لكن هم بالتأكيد في بيوتهم مش كده، مفيش، بس هي الأطفال أحيانا لما بتبقى في مكان غريب عنها بتتاخد كده وترجع ورا شوية، لكن أول ما يروحوا في المكان اللي هم ألفينه وعارفينه وبتاع بيرجعوا شياطين تاني. وعموما هي طباع الأطفال، شخصيات زيهم زي الكبار بالظبط، الكبار فيهم العصبي فيهم الهادي فيهم النشيط فيهم المأنتخ فيهم اللي بيتكلم كتير فيهم اللي بيتكلم قليل، الأطفال نفس الحاجة بالظبط، لو دي طباعهم خلاص ربنا يبارك لك فيهم حبيبتي مفيش مشكلة وربنا يهدهم لك كده بقدر الإمكان. أروى علي أنا ما بعرفش أطبخ ونفسي أكل أكل حلو أبدا، إزاي؟ بالتجربة حبيبتي، تدخلي كده وتجربي، ما تقعديش بقى طول الوقت أنا ما بعرفش أطبخ فمش هطبخ، أنا ما بعرفش أطبخ فمش هطبخ، أنا ما بعرفش أطبخ مش هعمل حاجة، لا جربي واعملي حاجات وخليها تبوظ منك عادي، وممكن يبقى طعمها مش أحلى حاجة عادي، كل مرة هتغلطي هتتعلمي حاجة جديدة وهترجعي تحسني، فلحد ما تجربي عمرك ما هتتعلمي، ابدأي بس تجربي علشان توصلي لأن انت تتعلمي تطبخي كويس. الأسامي صعبة جدا مش عارفة أقرأ حاجة، إيه؟ ماشي ناخد أم محمد على التليفون بعد كده أكمل. يا أم محمد أهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا ام محمد، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا رب انا جاده وعندي اطفال، عندي احفاد كتير، بس اول مره اجيب السلق ده عايز اعمله على القلقاس. عايز اسال هو بيتسلق ولا بيتعمل اخضر كده؟ لا بيتقطع ويتحمر لحد ما يسود مع الكزبره. ايوه مع الكزبره والثوم كانك بتعملي تقليه ملوخيه. يعني ما بيتسلقش؟ لا 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 ألف ألف شكر. العفو يا حبيبتي تأمريني، أهلا بيكي. والنبي نعمل قلقاس، اكتبي يا نور نعمل قلقاس. نفسي جت فيه يا أم محمد، عاجبك كده؟ مع إن ماما مأكلاني قلقاس في الويك إند، بس نفسي جت فيه. لا ده جميل قوي، أوعي 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 أي غلط في القلقاس هو غلط فيا شخصيًا، أنا والفيل. أنا والفيل مش هنوافق على أي غلط في القلقاس. أي فيل جريت، أهو بصوا يا جماعة عشان بتقولوا لي الطاقة الإيجابية بتجيلك منين؟ من الفيل أهو. الاكونت اللي انا مش عارفه اقرا اسمه نو 969 اور. شيف ساره ازيك، انت جميله وعسوله، انت الجميله يا حبيبه قلبي. بعد اذنك ممكن حضرتك تقولي لي على معطر طبيعي كويس وريحته بتدوم لفتره اطول من معطر ارضيات وملابس برضو؟ بصي مفيش معطرات، اكتر معطر طبيعي لللبس عموما يعني البخور،
انك تبخري زي الخليجيين كده بيبخروا هدومهم، فدايما ريحتهم جميله، ريحتهم بخور. فممكن تبخري لبسك. الحاجه التانيه في البيت، اغلي كده حله صغيره حطي فيها شويه فانيليا وقشر برتقان وعود قرفه، بتعمل ريحه جميله جدا في البيت. الليمون عموما، عجينه الليمون اللي احنا عملناها التنظيف، لو حطيتيها مع منظف الارضيات بتخلي ريحه الارض جميله جدا، وريحه المواعين برضو. جورج جورج اتش لا جورج هويدا، عرفت اقراها خلاص. انا بحبك اكتر يا حبيبه قلبي. اكامل، من فضلك زوجتي تسال عن نوع الخميره اللي بتستخدميها وشكرا. انا بستخدم خميره تركي، الخميره التركي اي نوع تجيبه كويسه جدا، وفي برضو شركات مصريه بس هو انا مش هعرف اقول اسمها، هكتبها لحضرتك. نعم نعم معطرات العربية عارفاه، حلوة الفكرة دي. نور بتقولي في ناس بتجيب المعطر بتاع العربية، الورقة ده اللي بيتعلق في المراية، بيعلقوه في الدولاب فبيعمل ريحة حلوة في الدولاب. فكرة حلوة طبعا. محمود سامي بيسألني على طريقة عمل المسرودة، أنا مش عارفة هي إيه، قولي بس احكيلي كده إيه المسرودة دي. سامية سليم، السلام عليكم، أنا بحبك جدا يا شيف، ومن فضلك عايزة أعرف ليه الكفتة المشوية في الفرن بتكون ناشفة مش جوسي، وكذلك البسبوسة ناشفة ومش مرملة. البسبوسة ممكن تكون مقاديرك غلط، هنزل لك المقادير الصح. بالنسبة للكفتة اتأكدي إن أنت ما بتسويش الحاجة زيادة، وبرضه البسبوسة اتأكدي إنك مش بتسيبيهم زيادة قوي في الفرن. تاني حاجة، اللحمة اللي بتعملي بيها الكفتة لازم تكون 20-30% دهون عشان الكفتة تفضل طرية منك، وضرب الكفتة في الكبة بينشفها شوية، اعجنيها بإيدك أفضل كتير. آلاء ليش، البسبوسة الجاهزة ينفع تتعمل باللبن؟ حسب البسبوسة الجاهزة، لو قصدك الكياس الجاهزة دي، حسب هي مكتوب عليها إيه، لو مكتوب عليها بالزبادي يبقى لازم بالزبادي. حبيبة قلبي جاسمين علي محمد بتقولي أنا عملت الباتيه بالجبنة بطريقتك طلع تحفة، والتتبيلة عملتها بتاعة السمك، والسمك المشوي بطريقتك طلع جميل وعجب جوزي جدا. أنا بحبك جدا وبحب كل وصفاتك والفيديوهات بتاعة السوشيال، بستفيد منها جدا. أشكرك يا حبيبة قلبي، ربنا يجعله دايما بفايدة وصحة وهنا عليكي أنت وجوزك يا رب. سعيدة جدا أن الوصفات نجحت معاكي. شادية زد السيد، حبيبة قلبي تسلمي لي يا رب. هي بتسأل على أشيل لزقته على السيراميك في المطبخ ورا البوتاجاز، عمالة أقشر فيه، مش عارفة تعبني قوي، ممكن تقولي لي على حاجة تخليه يتشال بسهولة؟ التنر، هاتي تنر من عند أي محل، محلات اللي بتبيع التنر اسمها إيه؟ موان؟ موان، من عند الموان هاتي تنر وبسلكة كده بيطلعوا على طول، وما تقلقيش يعني خير إن شاء الله يطلع معاكي. أسير الفولي، ممكن يا شيف أعرف ليه الجمبري لما بعمله بيشد بيكون ناشف، وعاوزة من فضلك طريقة مكرونة سيفود بتسوي زيادة. الجمبري ده ينزل يطلع، ما بيلحقش أصلا يقعد على النار كده، يبقى طري وجميل، هتزودي عليه سوا هيشد ويبقى أسوأ حاجة في الدنيا. مكرونة سيفود أسهل طريقة في الدنيا، شوية توم تشوحي فيهم السي فود بتاعك، تنزلي عليهم كريمه ياخدوا غلوه، تنزلي عليهم المكرونه النص سلق، تبلي بملح وفلفل وجوز الطيب وتوم باودر وبصل باودر، ممكن شويه مرقه باودر، هتبقى جميله جدا، وتسيبيهم بس ياخدوا غلوه مع بعض، وتقدميهم مع عصير ليمون او مع ليمون يعني عشان الناس تعصر وهي بتاكل، بيبقى جميل جدا. لو المطبخ صغير الاحسن البوتاجاز بلت ان ولا بوتاجاز عادي؟ ده سؤال من ام خيري، وبتقول ان البادجت بتاعتها مفتوحه. حسب التصميم، تصميم المطبخ اللي هيكون موفر للمساحه فيه اكتر ايه، البوتاجاز العادي ولا البوتاجاز البلت ان. فارجعي للي عامل لك تصميم المطبخ وقولي له ايه اللي هيوفر لك في المساحه اكتر، وهيخلي هدر اي مساحه اقل. ودل ملكب، مش عارفه اقرا الاسامي دي، اكواد يا جماعه دي شفرات مش اسامي. ازيك يا شيف، لو سمحتي عايزه اعرف بقع الرمان تروح ازاي من الملابس، بقعه صعبه جدا بقعه الرمان، جربي كده خلو كربوناته.
وطبعا من اسهل يعني اسهل اصح حاجه نعملها علشان ما نبوظش الدنيا، يعني ان البقعه نوديها للدراي كلين من غير ما نعمل فيها اي حاجه. لو ما نقدرش نعمل ده خلاص يبقى نجرب دايما الخل والكربونات وهو امن حل. ام ياسر هتكلمنا تقول لنا المسروده ايه. يا ام ياسر اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. ازيك يا ساره، عامل ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا بنتي على فكره اسمها سارة. حبيبتي ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يبارك فيكم كلكم يا رب. هو حبيبتي. كان في استاذ اتصل على المسروده. ايوه المسروده دي يا ساره اللي احنا بنقول عليها المخروطه. المخروطه بس في بلاد بيقولوا عليها المسروده. ايوه تمام خلاص عرفت. بتستوى على البخار. ايوه بتستوى على البخار وبعدين يتحط لها زبده. مظبوط. وبعدين تنزل في اللبن وسكر كمان. ما بيتحط لها الزبده ويتنزل في لبن في سكر. ايوه وممكن عسل كمان، انا بعملها بالعسل احيانا بتبقى حلوه قوي. العسل تبقى خطيره خطيره. تسلم ايديكي. صحه وهنا يا حبيبتي. تمام كده خلاص عرفنا المسروده ايه. مخروطه حاضر. ارت نور بتقول لي شيف ساره يا قمر اجمل سويت شيرت في الدنيا. حبيبتي تسلميلي. كنت عايزه اعرف ليه السباتشولا ساحت مني انا وانا بعمل. لا دي نوعها وحش طبعا جدا، نوع سيء، نوع سيء سيء جدا. ما تستخدمهاش بقى تاني. ملك عايزانا نقول اسمها على الهوا. يا ملك اهلا بيكي. نهى احمد عايزه تعرف مقاسات الصواني اللي بتقدموا فيها الاكل. احنا بنستخدم جميع المقاسات اعتقد. لو قصدك ان احنا واحنا بنشتغل يعني نقول مقاس الصينيه، حاضر نعمل كده من عنايه الاثنين. رنا سعيد اشكرك يا حبيبه قلبي، هي بتقولي ان مامتها عملت مربه البلح وطلعت تحفه. صحه وهنا يا رب. وسلمي لي على ماما وبوسيها لي وشكرا على كل كلامك الحلو حبيبتي. سلمى الاجب حبيبتي بتقولي احلى شيف مرتبه ومنظمه جدا. شكرا يا جميله. عاوزه طريقه الزبده من القشطه البلدي وش اللبن. مشكوره جدا. ولا حاجه، هتبرديها في الثلاجه ممكن في الفريزر كمان وتفضلي كده تخفقيها بايدك كده لحد ما تفصل منك شرش وزبده بس كده. عايزه بقى ممكن تملحيها ممكن تسيبيها من غير ملح زي ما انت عايزه، انا بحبها مملحه. ساره 2035 حبيبتي تسلميلي على كلامك. وعايزه طريقه حلوه للكبده الشرايح. احلى طريقه للكبده الشرايح حاجتين، يا اما ولا حاجه خالص على طاسه سخنه جدا في زبده وتديها رشة ملح وفلفل وجوز الطيب ولا أي حاجة تانية. دي طريقة. الطريقة التانية إن أنت تتبليها تتبيلة حلوة كده، ليمون وتوم مفروم وكمون وشوية كزبرة وبابريكا، تسيبيها في التتبيلة نص ساعة كده ولا ساعة بالكتير قوي وتقومي منزلاها على الشواية تطلع معاكي تحفة. أهم حاجة إن سواء الطاسة أو الشواية الاتنين يبقوا سخنين جدا جدا جدا. نتكلم إيه يا نور؟ واحدة ملك كاتبالنا بتقول ان ممكن نتكلم عن الزوج اللي بيضرب زوجته ويهينها قدام الناس. الزوج اللي بيضرب زوجته ده انا هقول جملة واحدة بس، قطع ايده يا رب بجد والله. يعني ما في، مش مقبول تحت اي ظرف من الظروف انك تضرب مراتك. طب انت ربنا اداك شوية صحة وعافية رايح يعني تستقوى عليها راجل قوي انت كده؟ يعني دي قمة عدم الرجولة، فغير مقبول تماما. وانا بقول اهو انا مش من الناس ابدا اللي بتحرض على الانفصال ولا بتحرض على الخلاف، وانا دايما مع الصلح ما دام في مجال لي. لكن انا كساره الحاجه اللي لا يمكن اقول لواحده صاحبتي، واحده اعرفها، واحده قريبتي تتصالح فيها ان جوزها مد ايديها عليها. غير مقبول، غير مقبول ابدا، غير مقبول. واي طبعا حد، اي بني ادم عموما يعني مش زوج وزوجه بس، اي بني ادم بيتعمد يهين بني ادم تاني قدام الناس ده نقص شنيع. يعني هو ناقص، هو عنده نقص قاعد يعوضه بانه يهين الناس، فاكر ان هو كده جامد قوي، ان هو كده الناس هتهيبه وهتعمل له حساب. بس هو الواقع ان اللي بيهين حد بيهزق بيهين نفسه قبل اي حد، قبل اي حد بيهين نفسه. فنحترم بعض. الاحترام هو الحاجة الوحيدة اللي لا تصلح أي علاقة من غيرها. علاقة مهنية بقى، علاقة شخصية، أب وابن وأم وبنتها، لازم أنت تحترمي ابنك كمان.
يعني الاحترام رايح جاي، مش طريق واحد الاحترام ده، نحترم بعض عشان الحياه تمشي. انت بقى هتستخدم شويه العافيه يعني اللي ربنا مديها لك في ان انت تتعافى على ست وتقعد تضربها، والله يعني ما تبقاش تزعل بقى لما يجي مثلا كده اخوها ولا ابوها ولا ابن خالتها يمسكك يرنك عقل علقه موت، تبقى تستاهلها الصراحه. يلا خلينا نطلع فاصل ولما نرجع نكمل حلقتنا مستنياكم. ورجعنا من الفاصل ويلا بينا نكمل إجابة على أسئلتكم. الإنستجرام ملعلع، الكومنتس عمالة تزيد ومنورنا حبايبي. كنت مقصرة معاكم أنا في الإنستجرام معلش. اتش اتش مالكس بتسألني ممكن تعمل لنا مربى البلح من عينيا الاثنين؟ اكتب يا نور لو في بلح، ما اعرفش بقى. عايزة أقول لكم نص الكومنتات بتسألني السويت شيرت منين. ينفع أقول؟ مش حد ده، ما مش يعني عادي ده حاجة مع يعني كده. يو انا حاولت هنزل لكم بوست، ادخلوا عندي على الانستجرام هنزل لكم بوست بالتيشيرت، هتتصدموا هو منين والله. ايه لا فاهمين اهو. اوكي ماشي هبقى اي فيل فيل فلفول اهو. جود جريت ولا جريت؟ جريت. لا احنا مش جود، احنا جريت، احنا عدينا. يعني ريوان بتقول لي صباح الورد والهنا، ماما بتقول لك هتعملي لنا اكلات ومشروبات الشتاء الجميله امتى، وعايزه تعرف افضل مسحوق غساله اوتوماتيك ويكون ما بيتغيرش. هقول لك انا بستخدم ايه وهو كويس قوي معايا. وبالنسبه بقى للشتاء، احنا اصلا شغالين في وصفات الشتاء، تابعينا كده، وطبعا هيبقى لينا حلقات مشروبات شتويه وكل اللي نفسك فيه انت وماما. بصي لي ماما بقى، ممكن نوع آلة وافل متوفره يا منى؟ الكذب خيبه. تعرفي اني عمري ما استخدمت مكنه وافل في حياتي، اعتقد ان ده يرجع لان انا مش بحب الوافل قوي، فيعني ما عمري ما استخدمت مكنه وافل، فمعلش مش هعرف افيدك في الاجابه. بس هو عموما الواحد يروح للانواع المعروفه، يعني الانواع المعروفه معروفه بنقولها كتير. ممكن نسال محمد حامد، بيعمل وافل كتير صح؟ ايه؟ طب اساله لنا كده. ساره محمد اشكرك يا حبيبه قلبي، شكرا جزيلا على كلامك. شيف سارة، هي آلة الكريب الكهربائية كويسة ولا لا؟ وكاتبه لي نوعها. حنان الحسيني، بصي أنا شخصيا مش شايفة إن الكريب من الحاجات اللي محتاج نجيب له مكنة، يعني هو بسيط قوي بصراحة، يعني هي طاسة بتدهن وبيطلع زي الفل. أنت مثلا عايزة تجيبي له مكنة أوكي، معرفش النوع اللي أنت قايلاه ده كويس ولا لا، لأن برضه عمري ما استعملت مكنة كريب، أنا بعمله في الطاسة عادي جدا. أنا في رأيي إن بدل ما تجيبي مكنة مخصوص يعني للكريب بس، هاتي طاسة كريب حلوة وهتأدي نفس الغرض، ما هي نفس الحاجة بالظبط، يعني المكنة مش حاسة إن هي بتعمل حاجة زيادة عن اللي الطاسة بتعمله. ولو حد ليه وجهة نظر تانية يقول لنا، يعني يقول لنا مثلا جرب الاتنين ولقى فرق، أنا مش حاسة إن في إضافة من المكنة. حنين خالد بتقول لي أنا بحبك جدا يا شيف سارة، ممكن أعرف سعر الفرن؟ أي فرن قولي لي، قصدك أي فرن، اللي عندي في البيت، اللي عندي في البرنامج، فرن تاني أنت بتسألي عليه، اسأليني يا حبيبتي. جوجو سوسو بتقول حبيت سارة، حبيبتي سارة، أنا بموت فيكي، أنت اليوم قمر وأنت قمرين. أنا معك بموضوع الرشوة، أكتر شيء بيفسد المجتمع، وحديث الرسول واضح، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. أنا معاكي تماما تماما في كلامك، وهي حاجة تبان صغيرة قوي، والناس بتفتكر إيه، الناس أحيانا يعني بضحك والله، بيفتكر إنه عشان مبلغ صغير، يعني عشان أنا مثلا دفعت 10 جنيه ولا 20 جنيه فتمام كده، لا هي ما زالت يعني لو 5 جنيه، هي الفكرة إن أنت بتدفع مقابل خدمة من حقك علشان تتخطى حد مثلا، أو تسرع الوقت، او تاخد دور مش دورك، فهي ايا كان المبلغ كام فهو يندرج تحت بند الرشوه.
ام محمود. يا ام محمود اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبه قلبي. ازاي حضرتك يا ستي؟ الحمد لله يا حبيبتي اهلا بيكي. انا بحب البرنامج بتاع حضرتك جدا جدا جدا، وانا دلوقتي بتفرج وبحب الحلقه دي بالذات. يا حبيبتي صراحة. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب. اشكرك اشكرك اشكرك. انا عندي مشكله، ومشكله جامده جدا، وان شاء الله باذن الله الاقي عند حضرتك الحل بتاعها. يا رب. القطط مالها؟ القطط مالهم؟ انا ساكنه في عماره، العماره ما فيهاش اسانسير. والعماره نظيفه جدا، وبيجي حد بيمسحها على طول وكله، وطبعا مش نافع ان احنا نقفل البوابه بتاعه العماره ومفيش اسانسير. والاطفال طبعا داخلين خارجين على طول، فالقطط بتدخل من البوابه بتاعه العماره. فعلى طول القطط عامله حمام على البساط وحاجات فظيعه. انا عايزه حاجه تمنع الحمام بتاع القطط بدون ماذي القطط نفسها. ازايز ميه تكرهها، ما تخليهاش تعمل الحمام دوت على ازايز ميه يا ام محمد. ودايما بنجيب حد وبيمسح بالديتول والفينيك والحاجات دي كلها. ام محمود ازايز بلعت. ام محمود ازايز ميه، ازايز ميه فاضيه هتمليها وتحطيها حوالين الباب، القطط بتشوفها بتشوف نفسها فيها بطريقه غريبه بتخاف فما بتدخلش. دي اكتر طريقه مش مؤذيه نخلي القطط بيها ما تدخلش العماره، لان هما بيدخلوا فعلا وبيعملوا يعني بيعملوا بيبي في كل حته، فبتبقى ريحه مش ظريفه خالص. وانا عارفه يعني في عماير بتبقى كارهه حياتها بسبب الموضوع ده، وبيعملوا على الدواسات بتاعه الشقه. فازايز ميه، هتجيبي ازايز الميه الفاضيه الكبيره دي او القاروره اللي هي مش اكبر حاجه، القاروره المتوسطه دي، املوها ميه وحطوها كده رصوها، مجرد ما هيشوفوها مش هيدخلوا، بيخافوا منها جدا جدا جدا، ودي اكتر طريقه غير مؤذيه نمشي بيها القطط. فمش محتاجين طبعا تعملوا لهم اي حاجه اكتر من كده، وان شاء الله تتحل المشكله. وكلميني طمنيني يعني، قولي لي ايه اللي حصل، هيبقى نفسي اعرف ايه اللي حصل. ام عبد الله عايزه مننا حاجه تنظف الحلل من السواد الالومنيوم. بصي لو السواد ده من النقر منقره ومسوده ما تستخدمهاش، دي كده مش صحيه اطلاقا، وتسبب لك اذى كبير جدا. لو هي فيها لون اسود يعني حطيها على النار واغليها بملح ليمون وكربوناته وشويه خل وميه، اغليها كده وسيبيها تغلي وان شاء الله السواد يطلع. بس يعني ايه، حاولي ما تطبخيش في الومنيوم، ده رايي. يا روحي روفد روفد بتقولي انا بحبك وبس، انا بحبك اكتر يا حبيبه قلبي. مامت محمد ازيك يا شيف ساره، ممكن تسلمي على محمد وحمزه هم سامعينك دلوقتي، وشكرا لحضرتك جدا. بوسه لمحمد وحمزه اهو من طنط ساره. رحاب متولي بتقولي بيطلعي لايف تاني بس بدري. يا جماعه عملت عامله في الويك اند، انا مش بطلع لايف خالص على السوشيال ميديا يعني خالص، عمركم ما هتلاقوني بطلع لايف. ما اعرفش ايه اللي انا كنت داخله احكي لكم، انا كنت داخله اصلا اطلع لايف عايزه اسال الناس اخد رايهم في حاجه عايزه اعملها ومحتاره فيها، فقلت هطلع لايف 10 دقائق اخد راي الناس كده، فهيكتبوا لي في الكومنتات واشوف كده الاغلبيه بتايد ايه. طلعت معرفش ايه اللي حصل، الناس كانت لطيفة جدا، يا رب يخليكوا ليا يا رب. وكمية الحماس اللي اتقابلت بيها لمجرد ان هم لقوني لايف كانت مش طبيعية، ولايف كان عدده كبير جدا مع ان انا كنت طالعة الساعة 12 بالليل، مش منطقي يعني. وبعدين اللايف ايه، احنا قاعدين يعني نمشي فيه وعمال يزيد، وانا مش فاهمه الناس ما بتنامش ليه يعني، وانا ما بقولش اي حاجه مفيده، انا عماله هزي ونهزر ونضحك، وكان لايف تافه كده. عايزه اقول لكم هو ايه، يعني كان سهره ليله الخميس كده، انت وولاد خالتك قاعدين قدام التلفزيون، وهي بالظبط كانت كده. اتبسطت بطريقه بس مش عايزه اقول لكم، اللايف ده 3 ساعات قسما بالله، دخلت الساعة 12 طلعت الساعة 3 بالليل، 3 ساعات ولا حد بيقفل ولا حد بيمشي وكله قاعد والدنيا ماشية، اتبسطت انبساط. فعشان كده بتقولي بس اطلعي بدري شوية، أوعدك هنعمل لايف الخميس الجاي بس بدري، يعني علشان إيه يعني لما السهرة تحلى ما ندخلش في الفجر. وشكرا والله أنا ما بقتش مصدقة يعني، إحنا خلاص دخلنا الديك بيدن كوكوكوكو وأنتوا لسه قاعدين معايا، فكتر خيركم والله. بس ضحكنا ضحك واتبسطنا انبساط. اللايف موجود على فكرة عندي، على لو حد عايز يدخل بس تحمله بقى 3 ساعات يعني. اللي يدينا ويديكوا طول العمر 3 ساعات رغي. اسماء على التليفون. يا اسماء اهلا بيكي. عليكم السلام. وعليكم السلام يا حبيبتي اهلا وسهلا. ايوه ازيك يا شيف ساره، ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه، انا اول مره
اكلم حضرتك على التليفون او اطلع على الشاشه عامه. يعني تسلمي لي يا حبيبتي، منورانا منورانا. انا بطمن عليكي وبحب اسمع صوتك على طول دايما حبيبتي، فربنا يخليكي لينا يا رب. يا روح قلبي ربنا يخليكي يا رب، وشكرا على سؤالك، ما تحرمش منكم ابدا 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 يا جماعه، ربنا يخليكم ليا يا رب. يا شيف حسن ايمن بيقول لي يا شيف ساره لو سمحتي قولي على المكون اللي استخدمتيه تحت عينك وجاب نتيجه، قولي في الحلقه هل ده ينفع للهالات السوداء؟ هو كان للهالات السوداء، انا كان عندي مشكله سواد كده جامده جدا تحت عيني، فعملت لها حقن كده مرتين، مش فيلر عشان ما حدش يروح يعمل فيلر، بناء على انه يعني هو الفيلر بيعالج الهالات السوداء بس بيعالج التجويف اكتر. هو انا مش عارفه تركيبه المكونات ايه، هي كانت حاجات كلها هيلورونيك اسيد على فيتامينز على معرفش ايه، بس معرفش تركيبها بالظبط ايه يعني. بس اللي اقدر اعمله لك ان انا هنزل عندي على الصفحه بوست او فيديو اشرح لك انا عملت ايه بالظبط وعملته فين، عشان هو عملته لي دكتوره شاطره جدا كده، هنزل بقى بوست عنه، ف اوعدك ان انا انزله على الصفحه عندي، مش هينفع اتكلم عنها في البرنامج. ام شيماء، يا ام شيماء اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيف ساره، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ نورت شيف والله، بالتيشيرت الجميل ده. نورك يا حبيبتي، نورك، ربنا يخليك. بابا عامل ايه؟ بابا الحمد لله، يعني تحسن بطيء بس الحمد لله بنتحسن، الحمد لله. ربنا يتم شفايا يا رب. اللهم امين، اللهم امين. ربنا يديك الصحه. اشكرك. لو سمحت سؤال يا شيف ساره. اتفضلي. عندي صينيه جرانيت لونها اتغير كده من الطبيخ فيها. تمام. بيعمل فيها ايه؟ خلوا كربوناته. هينضفها باذن الله، باذن الله. ماشي، شكرا. جربي كده وقولي لي خير ان شاء الله. وعجينه الليمون برضو تنضفها. استنى بقى، ده احنا لازم نرد على يوسف. استنى، يوسف محيي بيسال ملك اللي قالت لنا على الرجاله اللي بتضرب بزواجها وبيهنوها، بيقول لها هي الحاجات دي لسه موجوده في وقتنا الحالي؟ ايه يا يوسف انت مش عايش معانا ولا ايه؟ ده احنا عندنا كل اسبوع واحده جوزها قتلها يا حبيبي. لا يعني ده الموضوع احنا معديين الضرب. لا طبعا موجود، واللي هيبهرك في الموضوع ان ما عادش مد الايد مرتبط بالجهل، كان زمان مرتبط بالجهل. دلوقتي لا، دلوقتي تلاقي مهندس ودكتور وقاضي، ناسيين ولا ايه؟ القاضي اللي قتل المذيعه قتلها ودفنها يا جماعه، فتخيل قاضي. يعني القاضي ده انا بشوفه دايما ايه؟ كانه اصلا القاضي ده ببص له بصه كبيره قوي يا مصطفى، فاهم؟ بحسه كانه هو نائب ربنا على الارض عشان هو بيحقق العدل. فطبعا اللي قالته ملك ده موجود، وموجود بكثره، وموجود في كل الخلفيات الاجتماعيه وكل مستويات التعليم، وما عادش خلاص مرتبط بالفقر ولا بالجهل، لا بقى في كل المستويات. فاه موجود يا يوسف للاسف، ربنا يعفو عنا ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع نكمل اجابه على اسئلتكم. ورجعنا من الفصل ونستمر في الاجابه. الناس على الانستجرام طلعت لزوزه قوي، ده انا كنت يعني ظلمكوا قوي يعني، لا ده انا حاجي للانستجرام كل مره. وطبعا على الفيسبوك حبايبي برضو، بس احنا دايما ظالمين الانستجرام وبنبدا بالفيسبوك، فالنهارده نعكس كده من باب العداله يعني. 2GRRR بتقول لي شيف ساره ليه، هقرا بلهجتها، ليه العجينه حقه البيتزا تطلع معايا مره رقيقه ما كانها عجينه؟ انت اللي بترفعيها يعني، انت بترفعيها قوي فبتطلع معاكي مره رقيقه، خليها اتخن شويه علشان ما ترقش منك قوي كده. واهلا بيكي حبيبتي. ام عبد الله، شوف ساره عايزه حاجه تخلي البيت ريحته حلوه، ويا ريت افكار للبيت وتنظيمه، يا ريت تقولي كده في الحلقه. بصي افكار تنظيم البيت دي بحر بحر لا نهايه له، بنعمل عنها فيديوهات سوشيال ميديا وبنعمل عنها في البرنامج حلقات سوشيال ميديا كمان. وازاي اخلي البيت ريحته حلوه، ابسط حاجه وارخص حاجه في الحياه، ميه، مش رشة فانيليا، شوية قشر ليمون أو برتقال وسيبيهم يغلوا، أدي حاجة. تاني حاجة البخور يا جماعة،
انا هقول لكم عن تجربتي الشخصيه عن البخور. البخور لان ناس كتير بتقول لي طب ما انا بولع البخور وبيبقى ريحه البيت حلوه شويه بعد كده بيروح. مره على مره لو استمريتي كل يوم بتولعي عود هيبقى ريحه البيت كده ما بتروحش. انا تدخلي بيتي على طول تشمي ريحه البخور عشان كل يوم بولعه، كل يوم يوميا لازم اولع عود، والبخور رخيص مش حاجه غاليه، فتقدروا تعملوا كده. فاختاري كده نوع بخور بتحبيه وريحته عجباكي وولعي واحده كل يوم، هتلاقيه بيلزق في الفرش وفي الستاير وفي وخلاص بتبقى دي ريحه بيتك. سموره الخطيب عايزه تعرف نوع دي مخبوزات كويس، هكتب لك. ام محمد معانا على التليفون. يا ام محمد الله يخليك يا حبيبتي، ازيك يا سارة؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ انا بحبك جدا جدا يا رب جدا. عزك. اشكرك يا حبيبتي والله. أشكرك. الله يخليك يا رب، انت جميله جميله حبيبتي. جميله حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. الله يخليك يا حبيبتي يا رب، الله يخليك يا رب. استسمحك تقولي لبنتي حبيبتي كل سنه وهي طيبه. اسمها ايه؟ عبير. يا عبير يا قمر كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. ماما بتقول لك ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. يا رب يا حبيبتي، مامتك بتدعي لك واحنا بندعي لها، بندعي لك معاها وتفرح باولادها يا رب. يا رب يا حبيبتي يشفيها لك وما تشوفيش فيها شر ابدا ابدا ابدا، وتعيش كده وتشوف ولادها مفرحينها. كل سنه وهي طيبه يا حبيبتي. منى بتقول لي الهودي شيك قوي ابعتي لي زيه. ما يغلاش عليكي يا قلبي، ما يغلاش عليكي. ريري كفافي بتقولي لو سمحتي يا شيف لو عايزة أعمل ركنة إيه أحسن قماش ممكن أعمل بيه؟ الجلد المقلوب بحسه عملي قوي. أنا شخصيا عملت حاجة مطرقعة كده في بيتي، عملت الركنة بتاعتي الليفينج روم وعملتها جينز، ولحد دلوقتي التجربة ناجحة جدا. بس أنا مجنونة يعني، أنا عندي الجرأة أني أجرب حاجات غريبة جدا، فأنا طقت في دماغي كده أن أنا أعملها ركنه مش مودرن خالص، بالعكس قيمه وفيها شغل قيمه وكده، بس قماشها جينز، فبقت كده حديث وقديم مع بعضه، عملت شكل جميل قوي. اوعدكم اللايف الجاي نطلع من الليفنج روم، اللايف ده احنا طلعنا من اوضه النوم، اللايف الجاي هنطلع من الليفنج روم. فايه وقعت واحنا طالعين حد كاتب لي معرفش ايه عايزين نحس ان احنا ان انت قريبه مننا وطلعي لايف. قلت لها قريبه اكتر من كده؟ احنا في اوضه النوم يا حبيبتي، يعني اكتر من كده هنبقى في الحمام، ما فيش اكتر من كده يعني. انتوا حبايبي اصلا. ايه يا نور؟ مين؟ منى على التليفون. يا منى اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك يا مدام منى عامله ايه؟ الله يسلمك يا حبيبتي. يا رب يسلمك. بصي انا فوق السبعين، يعني هتمني السبعين ان شاء الله. ده احنا صوتنا صغير وحلوين جداً جداً. صوتنا صغير كده ومحندق خالص. سبعين ايه؟ انت انسانه مش كيف، انت مثقفه اساسا. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يعزك ويخليك. معلش هي ملحوظه صغيره قوي. اتفضلي يا حبيبتي تحت امرك. معلش يا حبيبتي لازم ناخد بالنا قوي 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 لما نتكلم عن الذات الالهيه. تمام. فأنا سمعتك من شوية بتقولي إن القاضي هو نائب ربنا، وربنا ملوش نائب يا حبيبتي. لا 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 لا, لا, لا مش ده قصدي يعني خالص. مش قصدي أي حاجة وحشة والله، مش قصدي اللي أنت قلتيه. إن إحنا بالذات مع الذات الإلهية ما نقولش نائب أبدا. لا يا حبيبتي مش ده، مش ده مش قصدي اللي أنت قلتيه. كمان مرة مش قصدي اللي أنت بتقوليه، بس لازم أقول لك لأن أنا بحبك. طيب يا حبيبتي تسلمي لي، بس هو أنا مش قصدي خالص اللي أنت قلتيه ده، أنا قصدي إن هو أحد الأدوات لتحقيق العدالة بس، لكن مش قصدي اللي انت قلتيه ده خالص. اكيد طبعا ربنا ملوش نائب، اكيد ربنا مثلا ممكن يكون ليه رسول بس ملوش نائب بالتاكيد. انا قصدي ان هو عشان بيحقق العداله، وربنا ده العدل، فلما يكون القاضي مهنته انه يحقق العدل فشايفه الرابط ايه، فانا قصدي على الرابط ده، مش قصدي خالص اللي انت قلتيه، ممكن بس يكون الكلمه ما وصلتش المعنى اللي انا قصدي عليه. ناخد مدام منال على التليفون. يا مدام منال اهلا بيكي. السلام عليكم. ازيك يا شيخ ساره؟ ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ اولا الحلقه دي رائعه حبيبتي، اللي بتدينا فيها معلومات كثيره طبعا. شكرا. اولا ثانيا التيشيرت تحفه عشان طبعا انت لابساه وعشان عندي فلافيلو، انا بحب الفلافيلو قوي. فلافيلو ده حبيب القلب، انا بحب الفيله قوي. ممكن اعمل اهداء لبنت اخويا؟ طبعا يا حبيبتي اتفضلي. والله كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه،
ونشوفك احلى دكتوره في الدنيا ان شاء الله. يا رب يا حبيبتي تشوفيها انجح واحده في العالم كله. اشكرك يا حبيبه قلبي واهلا وسهلا بيكي، نورتينا وشرفتينا. ازيك يا شيف ساره، كنت عاوزه طريقه عمل الرز البسمتي. هاجر محمود اللي بتسالنا، الرز البسمتي عادي جدا زي الرز الابيض، ولكن كل الفرق ان هتضاعفي مقدار الميه. كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايتين من الميه. اغسليه ونقعيه ثلث ساعه كده قبل السوا، بيديكي برده نتيجه احسن. رنا سعيده، شيف ساره انا عندي مشكله، عندي فوبيا من الكبريت، مش بعرف اولع البوتاجاز، ممكن تقولي لي اعمل ايه؟ هتجيبي بوتاجاز اشعال ذاتي، في اشعال ذاتي، كل البوتاجازات دلوقتي فيها اشعال ذاتي، مش محتاجه كبريت ولا حاجه، او تجيبي ولاعه بس وما تتعامليش مع الكبريت خالص. حماده ايمن، انا بحب حضرتك جدا، نفسي تقولي اسمي في الحلقه. حماده ايمن انا قلت اسمك اهو، اهلا وسهلا بيك. الاترا الاطرش الاطرش فاطمه، السلام عليكم احلى شيف، بحبك جدا. انا بحبك اكتر يا حبيبه قلبي، ممكن اعرف نوع ساندوتش ميكر حلو؟ ايه رايك في ماكينه كذا؟ اللي انت قلتيها كويسه، هي اللي عندي في البيت كويسه جدا جدا، هاتيها. محمد بيسالنا على طريقه المندي والكبسه. حاضر، ممكن نعمل مندي وكبسه، احنا بنعمل كبسه كتير قوي الحقيقه، بس ممكن نعمل لك كبسه مخصوص عشانك. اكتبي يا نور نبقى نعمل مندي وكبسه. وسالي عايزه مننا ممبار، حاضر برضو ممكن نعمل ممبار. بس صحتكم يا جماعه، لسه هتعملوا ممبار؟ يا لهوي، العمر مش بعزقه. في حاجات كده يعني بحس ان ايه، لا يعني انا اولى بكل الوقت اللي هيروح فيها ده. هو الممبار حلو ومفيش كلام، بس يعني عمايله رخمه قوي بصراحه. دوسي البركي، منظف للحلل من تحت، نفسي ارجعها جديده. عجينه ليمون للتنظيف او خل وكربوناته وملح ليمون، وتقعدي تدعكيها كده بحاجه تطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. نارميان حامد، الف سلامه عليكي، السويتشيرت منين؟ حاضر والله هنزل فيديو عنه، انا اسفه اني مش عارفه اقول على الهوا، بس هقول انا على الاكونت بتاعي. يا شيف سارة، أم عمر، يا شيف سارة لو سمحتي ردي عليا، بعتلك السؤال مليون مرة، عايزة أعرف اسم وسعر فرن كهربائي وبوتاجاز كهربائي، ميزانية مفتوحة. مادام ميزانية مفتوحة روحي جيبي أحسن حاجة. أنا هكتب لك اللي عندي في البيت، الاتنين ممتازين. لا لما نخلص هنا، لأن احنا كل مرة ما بنجيش هنا خالص. ماشي. شيف سارة لو سمحتي عاوزة أعرف طريقة الأرز المعمر. يلا يا نور هاتي الرز المعمر. ممكن طريقة الفطير المشلتت يا شيف؟ والسؤال شخصي، دايما شخص قريب من بنتي عندها سنة وشهرين لما تغلط يقعد يضربها على ايدها وانا بتضايق، ممكن يا شيف تنصحيني اتصرف ازاي؟ تقولي له لا ما تضربهاش، قولي له بنتي ما حدش يلمسها غيري انا وابوها. وامنعيه تماما تماما، مش المفروض ابدا ان بنت تتعود ان اي حد عادي يضربها، لان خدي بالك هي دي نفس البنت اللي لما تكبر وجوزها يضربها مش هتعمل حاجه، وهيفضل يضربها يضربها يضربها، وهتعتبر ان ده عادي لان هي اتعودت من وهي صغيره انها عادي مشاع اي حد يضربها. فامنعيه تماما ايا كان درجه قرابته. لو بقول لك ايه، لو ابوكي شخصيا قولي له بابا معلش من فضلك انا ما بمدش ايدي على بنتي، مش ما ينفعش اي حد يمد ايده عليها. وحطي يعني خط احمر صارم في الموضوع ده، ممنوع اي حد يمد ايده على البنت. البنات يا جماعه، البنات بالذات بالذات، ما حدش من حقه يقرب منهم، ما ينفعش بنت تتعود ان اي حد يمد ايده عليها، ما ينفعش ابدا، دي اسوأ حاجه ممكن اقدمها لبنتي يعني. مش عايزه احكي لكم يعني، والله مره هبقى احكي لكم كده بابايا عمل ايه لما مدرسه مدت ايدها على اختي في المدرسه. يعني مش عايزه اقول لكم بابا عمل ايه يعني، هي قصه ما ينفعش تتحكي من كتر اللي هو عمله، بس انا بنقل لكم بس الفكر ازاي. مفيش حد يمد ايده على بنتك ايا كان هو مين. ممكن طريقه الكحك؟ حاضر، هات لنا يا نور الكحك. السويت شيرت مطلب شعبي في الكومنتس. حاضر والله، طريقه سهله للعكاوي، اسهل طريقه. العكاوي دي طعمه من غير حاجه، هي نفسها طعمه جدا، فانت اصلا مش محتاجه تعملي لها حاجه. عايزه اقول لك انك لو شوحتيها في شويه
فتفوت السمنه صغيره برشه ملح وفلفل وجوز الطيب وغطتيها كده ميه تستوي تسقيها تستوي تسقيها لحد ما كده ايه تعمل صوص. اوف تاكلي طاجن كوارع ملوش حل. ممكن عكاوي قصدي. ممكن تحطي معاها بصل متقطع جوليان كمان تبقى جميله جدا جدا جدا. ودي اسهل طريقه في الحياه يعني. اسراء مصطفى يا شيف عاوزه طريقه مختلفه للفراخ الامهات. والله انا بتعامل مع الفراخ الامهات معامله الديك الرومي، فهتدخلي على اليوتيوب تشوفي طريقه الديك الرومي. هي انا مش عارفه اقولها او مش عايزه اقولها عشان هي طويله جدا، فشوفيها بس كده وامشي عليها هتديكي نتيجه ممتازه جدا. ناني سلام لو سمحتي في حاجه تطلع بهتان لستان الستانلس البوتاجاز، استعملت نوع منظف ضيع لمعته، للاسف لو دمعته ضاعت بمنظف عمرها ما بترجع تاني. عشان بس ما اقولكيش على حاجات وتقعدي تجربي وتهلكي في نفسك وفي وقتك وهي في الاخر انا عارفه النتيجه ايه. المنظفات العنيفه اللي بتشيل لون بوتاجاز انتهى الامر خلاص. انا بحبك قوي يا شيف ساره، لو سمحتي ممكن تقولي لي نوع بوتاجاز في حدود 7000 جنيه؟ هكتب لك اهو في حدود ميزانيتك ده ممتاز. كتبت لك اسمه حبيبتي. سمير يسلم بتقول لي اللايف كان تحفه ومع اني مش بحب القطط الا ان بيكا كانت عسل. بيكا طبعا وبهز كانوا منورين اللايف، كل شويه حد فيهم يجي والجماهير كانت بتطالب بوجودهم فيعني يطلعوا معانا في اللايف. شيف ساره عايزه اعرف ماسك خفيف للوش بزيت اللوز حلو. بصراحه ما اعرفش، انا مش شاطره في الحاجات دي خالص، ما اعرفش هل زيت اللوز حاجه كويسه للوش ولا لا، ومش شاطره قوي في موضوع الماسكات ده خالص. مساء الخير يا قمر، عامله ايه؟ زعلانه منك لانك مش بتردي عليا، عملت الباتيه تحفه جدا تسلم ايدك. ويحيى حفيدي بيقول لي باتيه ساره يا مدام سلوى ما شفتش التعليق. والله انت عارفه انا مدام شفت تعليقك لازم ارد، بس حبيبتي ما شفتوش خالص والله. صحه وهنا الباتيه. وبوسيلي يحيى، بوسيلي يحيى يا حبيبتي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل تعليقاتكم. فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل ونكمل الإجابة على أسئلتكم. لفت نظري تعليق جميل جدا. مظهر بتقولي إيه؟ بتقولي كلام حلو طبعا أشكرك عليه. ممكن تتكلمي عن الناس اللي بسرعة بتخرب الصداقة والعشرة وتصدمك بأخلاق سيئة عمرك ما تعرفيها عنه؟ أم ياقوت من بغداد. ده أنا عايزة أقولك إن دي أحلى ناس اللي إيه بتخرب بسرعة. ليه؟ علشان نردم عليهم ونموف أون على طول، ما نقعدش بقى إيه. تخيلي لما تقعدي في علاقة مثلا صداقة 10 سنين وفي الآخر يطلع وحش ولا تطلع وحشة، حلو قوي من أول 10 أيام بس كفاية قوي كده ونقفل الموضوع وكان الله بالسر عليم وننهي البني آدم ده من حياتنا. ده يا ريت اللي يطلعوا وحشين يطلعوا وحشين بسرعه يبقوا ريحونا. جوجو سوسو بتقول لنا انا بشكرك جدا انك بداتي تشوفي الانستجرام لان في ناس كتير ما عندهاش فيسبوك وانا منهم. خلاص والله النهارده الحلقه كلها انستجرام ان شاء الله. عشان احنا ايه ظلمناكوا كتير قوي شهور وشهور وشهور. بصي بقى من العراق اتعلمت مننا اكل مصري. دكتور ميمي اتعلمت مننا الكشري والقراقيش والطعميه والمكرونه بالبشاميل والمسقعه. ده احنا هنديكي الجنسيه كده رسمي رسمي، فاضلك الفول وتاخدي الجنسيه. منورانا حبيبتي واهلا بكل اهل العراق. اهل العراق اغانيكوا حلوه حلاوه. طول اليوم قاعده اسمع اغاني عراقي والناس تتريق عليا اللي هو طب صغيري طب نوعي ما فيش انا بحبها. عندي سؤال، لو لون دخل في اللبس اخرجه ازاي؟ لون ايه؟ لون الوان فلوماستر، لون بويا، يعني حدد لنا البقعه ايه علشان نعرف نقول لك الاجابه. يا حول الله ايه المشكله يعني بجد؟ يعني ده بجد يعني اللي هيظبط الدنيا؟ يعني معرفش ليه التحكمات بجد والله. يعني 354 كومنت، تفتكر هلحق اقرا منهم ايه يعني؟
بجد والله يعني مش قادرة افهم ايه اللوجيك يعني. طيب طبعا احنا عندنا على الفيسبوك تعليقات كتيره جدا جدا جدا. هنكمل. هقول لكم هنعمل ايه. احنا طبعا النهارده خدنا تعليقات من الانستجرام، فاحنا تعليقات الفيسبوك دي هي كده زي ما هي، هنقراها ان شاء الله ان شاء الله في الحلقه الجايه. الحلقه الجايه مش هننزل بوست للسوشيال ميديا، هناخد البوست ده زي ما هو كده، هنجاوب على الاسئله بتاعتكم. طبعا حلقه السوشيال ميديا من اكتر الحلقات اللي بحبها في الدنيا، ومن اكتر الحلقات المحببه على قلبي، وان شاء الله ميعادها دايما بيكون يوم الاحد، فهتستنونا الحد الجاي في حلقه سوشيال ميديا جديده، وهتستنونا بكره في حلقه جديده ان شاء الله من سنه اولى طبخ. ميعادنا الساعه 1 زي متعودين. بكره بقى هنطبخ ان شاء الله، نعمل بكره كسكسي مع بعض ونقدمه بطرق مختلفه ان شاء الله. اشوفكم على خير. كنت معكم ساره عبد السلام، وهكون معاكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. مع السلامه.